انطلاقا من حرص وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي على إتاحة فرص التطوير للارتقاء بالعملية التعليمية، يأتي برنامج التدريب الصيفي لاستثمار فترة الإجازة الصيفية بهدف تقديم برامج تطويرية نوعية لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم. ويتيح البرنامج للمستفيدين التسجيل عبر بوابة برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية اعتبارا من الأول من رمضان لعام 1439 للهجرة. يقدم برنامج التدريب الصيفي للمستفيدين عددا من الحوافز، وفي مقدمتها تحقيق تطلعات المتدربين من خلال بناء برامج تدريبية وفق الاحتياجات الفعلية، إضافة إلى حصول المتدرب على شهادة معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي لكل برنامج تدريبي يتم حضوره، وتوثيق البرامج التدريبية التي شارك فيها المتدرب في سجل ملف الإنجاز والمسار الوظيفي. كما يعمل البرنامج على الإفادة من المتميزين في الجوانب التدريبية واستقطابهم، ويقوم البرنامج باعتماد عدد ساعات التطوير المهني التدريبية التي حضرها المتدرب في المفاضلة للترشيح لأي عمل قيادي داخل المدرسة أو إدارة التعليم. كما تحسب نقاط مفاضلة في حركة تنقلات المعلمين الداخلية والخارجية، وتمنح الساعات المعتمدة الأفضلية في الترشيح والالتحاق بالبرامج التدريبية المقدمة على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى احتساب نقاط المفاضلة للترشيح لبرنامج التطوير النوعي خبرات والبرامج التطويرية الخارجية، وكذلك في حالات التفرغ للدراسة للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه من خلال الإفادة للدراسة في الداخل أو الابتعاث في الخارج، وأيضا في الإفادة للتدريس في المدارس السعودية في الخارج. التدريب الصيفي أحد أدوات وزارة التعليم للاستثمار في المعلم باعتباره ركيزة وعاملا للتطوير في التعليم لتحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.